تعرف ان قطعة العشب اللي في ودن الشمبانزي دي وراها سر كبير جدا؟ دي مش قطعة عشب عادية. الموضوع بدأ سنة 2010 لما شمبانزي اسمها جولي اخذت قطعة عشب من الارض وحطيتها على ودنها بالطريقة دي وفضلت كل شوية تعمل نفس الحركة. الموضوع كان محير جدا لحد ما كانت المفاجأة. السلوك ده بدأ ينتشر من شمبانزي للتاني عشان يتضح بعد كده ان هما ماشيين على الموضة. ايوة التفسير الوحيد للموضوع ده ان هما بيحسنوا من شكلهم زيهم زي البشر. انت متخيل؟ وسايب لك تطبيق ممكن يحولك موبايلك لبلاي ستيشن فيه العاب كتيره جدا. سايبه لك فاول تعليق.